من 12 يوم في نوفمبر 11 2020 بيقرر إدارة النادي إنها تعلن بيان إنها قعدت كتير قوي من على اللعيبة، إنها تحاول تقنعهم إنهم يقللوا مرتباتهم بنسبة 30%، وتم رفض المبدأ تماما واللعيبة رفضت. فالنادي بيعلن ميعاد انتهاء وهو يومنا اللي احنا النهاردة 23 نوفمبر، إنه يشوف حل للعيبة دي هتوافق ولا لا، نظرا انهم لو موافقوش النادي هيخش في افلاس في يناير. هل دي اشاعات واخبار بنبيع بيها عشان الدنيا تتقلب على برشلونة؟ يؤسفني اقولك ان دي اخبار حقيقة بنسبة 100%. يعني ممكن تشوف نادي برشلونة لو حظه حلو في السنين القادمة بيتحول الى شبيه ميلان في السنين اللي فاتت في الدوري الايطالي، اما لو حظه وحش فيخش في كبوة ليدز يونايتد بعد ما كان ليه اسمه وشاهده في الدوري الانجليزي وبينزل خالص حتى الدرجة التالتة مش التانية. فايه اللي ممكن يكون حصل في نادي بحجم برشلونة بيملك لاعب باسم ليونيل ميسي، عنده جمهور في العالم كله، عنده واحد من اكبر الاستادات في التاريخ، فريق في اخر 15 سنة بيتربع على عرش اوروبا، محقق 8 دوري، محقق 3 تشامبيونز ليج من 2008، فريق كنت بتبص على الخصم بتاعه ريال مدريد اللي بيملك فلوس وهو بيبيع الراعي الرسمي للتشامبيونز ووش التيشيرت لشركة بي وين بعقد ب20 مليون يورو، وبرشلونة الناحية التانية بترفض اي يعني فلوس وبتقولك دي احنا خيرية هنديها كده بقى ايه لليونيسيف عشان احنا معانا فلوس كتير. الفريق اللي بيملك 12 لعيب في الليستة بياخدوا فوق 100,000 في الاسبوع. الفريق اللي في عز الكورونا هتلاقيه بيصرف ملايين على الانتقالات، بيغير مدرب، وكمان تلاقي ان عقد اللعيبة بتاعته هي الاغلى في العالم على مدار الاسبوع. فاي نعم رحل بورتوميو عن النادي، لكن ساب قنبلة كبيرة جدا قد تنفجر في وش كل برشلوناوي. فتعالوا رزيعه نتكلم في موضوع مهم جدا، ازاي برشلونة يخرج من الازمة دي قبل يناير، ازاي البارسا لو دخل فعلا في الافلاس ايه اللي هيحصل، وايه الحلول، وايه كل تفاصيل الازمة الكبيرة دي. وعارف انكم كنتوا مستنيين تحليل مباريات ليفربول وارسنال وليدز وميلان ونابولي، لكن معرفش كيفي حبني النهاردة ان انا اتكلم عن موضوع تاني. لو مقيدني وحابب نختلف دايما في الحلقات ونعمل حاجات مختلفة، اعمل لايك للحلقة دي قبل ما نخش، اشترك معنا في القناة وخليك رزيع عشان نوصل 500,000 رزيع قبل اخر السنة، افتح تنبيهاتك وتابعنا دايما عشان تجيلك حلقاتنا اول ما تنزل، تابعونا على الفيسبوك وتابعونا على انستجرام، وتابعوني على اكونتاتي الشخصية اللي هتلاقيها قدامك على الشاشة واللي هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. ويلا نشوف البارسا وقصة الافلاس. رزيعة في حلقة جديدة من حلقات رزع اوروبا. النهاردة اليوم يخص نادي برشلونة، النادي العريق اللي ايا كان انت لو حتى ما كنتش بتشجع هذا النادي فاكيد ما تتمناش ابدا انك تشوف النادي ده بينهار او بيختفي من الساحة الكروية. طب اهدى علينا عم سري بالراحة، فاهمني ايه الوضع، ايه المشكلة. اقولك يا سيدي ان نادي برشلونة فبعد رحيل بورتوميو سايب لهم كومبيلا كبيرة جدا من المصايب في الفاينانس والحسابات والديون. فبتتكلم على الإدارة اللي أعلنت إنها لازم تطلع ميزانية 190 مليون يورو قبل ما يناير يجي. فلوس هم مديونين بيها لمستثمرين بيدفعوا وبنوك، منها طبعا فلوس الاستاد اللي انت كنت رايح تكبره 105 مليون يورو على توسيع الاستاد وتكبير مساحته. وحب أقولك قد إيه الرقم ده مش قليل لما أقولك إن تشكيل توتنهام دلوقتي تسوى 190 مليون يورو، فأنت مضطر تبيع تشكيلة زي الفريق اللي متصدر حاليا البريمير ليج عشان تجيب الرقم ده. ايه اللي دخلنا في الازمة دي تاني؟ اقول لك ازمة الفلوس وعقود اللعيبة في برشلونة. بتتكلم على نادي هي نسبة صرفه للفلوس، يعني انت بتكسب 100%، نسبة 69% رايحة للاجور اسبوعية. فريق برشلونة اللي لو بصيت اسبوعيا حجم او افريج يعني صرف على اللاعبين كده هتلاقي ان معدل اللاعب الواحد في برشلونة بياخد 11 مليون
مليون في السنة، وده رقم مهولي في عالم كرة القدم. لما جيب لك حتى اكبر حد بيصرف مانشستر سيتي تلاقي ان معدل الفلوس 7 مليون في السنة. واه انا فاهم ان ميسي بالتأكيد هو يعني معلي المعدل ده جامد ومعلي الافريج ده جامد جدا بسبب ان هو اغلى لاعب في العالم. ميسي لوحده يا جماعة بياخد 70 مليون من غير البونس في السنة من برشلونة. عندك 12 لاعب في الفريق بياخدوا فوق 100,000 في الاسبوع. عندك لعيبة صغيرة زي ديست اللي لسه جاي بياخد 125,000. لاعب زي فاتي لسه متجدد له عقده بفوق 100,000. لا ده كوسة بقى بصراحة، مش معايا. لا بقى ده كوسة بقى. لك ان تتخيل ان نادي برشلونة في 2018-19 كان الاعلى نادي في العالم وفي التاريخ يحقق مبيعات وربح فوق 850 مليون صافي في السنة. بس زي ما برشلونة بتحقق ربح كبير جدا الا ان صرفهم بيبقى كبير جدا. ففي الازمة اللي احنا فيها هي جت خربت الدنيا على الكل، وهي ازمة الكورونا. لكن على برشلونة الدنيا كانت زايدة اكتر، فالكورونا خسرت لوحدها فريق برشلونة 130 مليون منذ مجيء هذا المرض، بالإضافة إلى عدة أسباب تابعة للكورونا هي اللي خلت الأزمة تزيد أكتر. فريق برشلونة يا جماعة الكامب نو اللي كان بيتحمل 100,000 متفرج كل أسبوع بدون ولا تيكت، البري سيزن اللي كنت بتقدر تروحها في أمريكا وفي دول الصين وفي دول الآسيا دلوقتي اتلغت، وكان بيدفع لك فيها ملايين الملايين. يكفي أقول لك بند صغير قوي زي متحف برشلونة اللي هو بالنسبة لك إيه ده يعني، هو في حد اصلا بيروحوا؟ اقول لك ان ده لوحده لما اتقفل كان جايب ايرادات 53 مليون يورو للنادي السنه اللي فاتت. ولما اقول لك ان المتحف ده هو ثالث اكتر متحف سياحي بيطرح في اسبانيا كلها ما تستغربش الايرادات بتاعته. فكره اصلا برشلونه انها دوله سياحيه، يا جماعه مين فينا او تعرف حد ما راحش برشلونه عشان يتصور في الملعب ويخش المتحف ده ويروح حاجه يعني اثريه؟ المدينه كلها قايمه على السياحه، فكره النادي وفكره انك تروح ماتش تشوف ميسي كل ده بينهار منهم. ولكن الاقاويل بتقول ان دي مجرد حجج، وان ممكن النادي فعلا يخسر ملايين عشان الكورونا، لكن بص على قبل الكورونا النادي كان رايح فين اصلا. فلما النادي يتكلم دلوقتي في 10 مليون كانوا متلخبطين في الحساب وليهم فلوس عند نيمار منذ رحيله من سنين الى باريس سان جيرمان بالمبلغ الشهير 222 مليون يورو، رحت صرفتهم على هبل. ويا ريتك صرفتهم، ده انت صارف من لحظتها بليون يورو على الانتقالات، ابرزها او تلتها كان رايح لجريزمان وكوتينيو وديمبيلي، التلاتة اللي ما اثبتوش اي حاجة حتى لحظتنا. كل الانتقالات الفاشلة مع مدربين افشل واختيارات غريبة ما تفهمش جاية منين، كان طبيعي يحصل الدروب ده سنة ورا سنة. لكن كنت مزنقها، كنت بتجيب فلوس كتير جدا وبتصرف فلوس كتير جدا، فبتطلع الدنيا عارف ايه مرضية ومستخبية. لكن لما الديون توصل دلوقتي زي ما بيقول فونتي المرشح لان يكون الرئيس النادي، يعني يبقى احنا بنهرج ولازم يبقى في حلول نطلع لعيبة جديدة ونوزع لعيبة كتير جدا. طب هتقعد يا سر تقفل لي الدنيا؟ يعني احنا خلاص كده نسيب برشلونة والنادي افلس؟ اقولك لا، اكيد هيبقى في حلول. فتعال نشوف الحلول اللي برشلونة حاولت تعملها. بداية انهم قعدوا مع اللعيبة، مساء الخير يعني عايزين نقلل تاني من عشان انتوا اسعاركوا غاليه ومبتكسبوش والدنيا بايظه، فانا 30% مش تفرق معاكوا حاجه. والا ان صدم اداره برشلونه ان اللعيبه رفضت المبدا ورفضت الحديث ده خالص. فاللعيبه اللي طلعت قالت احنا يعني عملنا اللي علينا، وفي مارس اعلنا كلنا ان احنا هنخفض 70% من الراتب عشان بس الموظفين اللي شغالين في برشلونه يقدروا ياخدوا راتبهم كامل، وانتوا حضراتكوا رحتوا تصرفوا وبعتوا لعيبة كتير عندها بتاخد اجور عالية زي سواريز وزي راكيتيتش بالاضافة الى فيدال. لكن الغباء من ادارة برشلونة انها تروح في الصيف نفسه اللي تلاقي فيه ريال مدريد بجلالة قدرها عارفة ان احنا في كورونا وعارفة ان الدنيا بايظة، ما بصرفش ولا مليم لاول مرة من 40 سنة. طب انت رايح ديست اديله عم ترينكاو يلا بينا، عم كومان يلا مدرب جديد، وبيانتش هي
ايه؟ والمضحك في الموضوع ان بكل الانتقالات اللي انت بتعملها على مدار السنين والصرف ده كله تلاقي ان الوحيد اللي نفع بديل لنيمار هو فاتي. منين يا عم فاتي ده؟ من الاكاديمية، من لمسية. فرقم واحد هو الحل الامثل انك تبتدي تعتمد على مدرب عارف ان لمسية بتطلع لعيبة زي تشافي وزي انيستا اللي جابولك البطولات من غير ما تروح تصرف عليهم. لعيبة تبتدي تعتمد عليها حتى لو مش من لمسية صغيرة، تبتدي تشتري لعيبة زي بيدري، تعتمد على ريكي بويج اللي انت مقعده عندك على الدكة، وتتخلص من باقي الرقش اللي عندك زي راكيتيتش وزي بيكيه. ما تقوليش انا بخفض اجرهم النص. في تقارير خارجة من الترانسفير ماركت بتقول ان بورتوميو لوحده في فترته فقد 300 مليون يورو رايح جاي كده من الانتقالات بس. ارجع تاني واقولك ان الادارة رجعت يعني بعد ما اللعيبة رفضت وبعد ما اتزنقوا خالص، طلعوا بيان ان يا جماعة الموضوع مش هزار، ان الموضوع بجدي جدا، الموضوع اذا مصت زي ما وصفوا مفهوش تنازل، مش عارفين نجيب فلوس. يعني انا يا عامل ايه؟ طيب معي فلوس يا حلولي، معيش فلوس. وهنا اكلمك بجد شوية واقولك اللعيبة فعلا لو مخفضتش 30% دول ودخلوا في عند مع الادارة بدون انتخابات جديدة، ميسي لسه متضايق، مش شايف اي مستقبل، النتائج كلها مهزوزة، ممكن تبتدي بتصفية اللعيبة بداية من يناير. فاكيد اكبر بومبو فيهم هو ميسي، الراجل اللي يعني عايز تكسب وراه اي حاجة، وانت كادارة اصلا مش عارف تحسبها، ابيعه في يناير واكسب فيه اي حاجة ولا ابيعه ببلاش، وفي الحالتين ممكن اخسر حاجات قيمتها اكتر بكتير من تكون مادية. طيب يا سري، طب لو اللعيبة موافقتش وهنعمل ايه بقى؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ في يعني تقارير خارجة من ناس ليها في الفاينانس كويس قوي وناس ليها في الحسابات والدنيا بتاعتهم دي، قالك نادي برشلونة يعني مستحيل تشوفه بينهار، يعني ده مش مطعم اصلا، يعني مفيش ناس هتيجي، مفيش فلوس فهنقفل. لا، نادي برشلونة ممكن يخش في حتة زي بتاعت ايسي ميلان، ان ما يبقاش عنده لعيبة، ان هو يضطر يبيع كل نجومه، لكن بالتأكيد شركة هتيجي تشتري النادي وتدخله باسم جديد، والإعلان الإفلاس ده هيبقى انتهى برحيل كل موجودين ويتم الاستيلاء على الإدارة بتاعته من الناس اللي ليها ديون عند البارسا. وانت وحظك بقى، يا النادي يخش ان هو يبتدي يصرف شوية، يا ينهار تماما ويبقى زي فريق ليدز يونايتد، الفريق اللي قعد 16 سنة عبال ما عارف يرجع ويعمل مشروع تاني البريمير ليج. ممكن يكون الموضوع بعيد شوية دلوقتي انك تشوف برشلونة كده، لكن عمرك ما هتتخيل ان ميلان في عز جلالة قدرها وهي بتكسب بالتشامبيونز ليج والجيل الذهبي ان هو يبقى في الكبوة دي في السنين الاخيرة. يؤسفني اقولك ان الوضع غير مريح بالمرة، وان الدنيا يعني بتولع في برشلونة. انتظروا الايام اللي جاية، انتظروا قرار اللعيبة ممكن يطلع في اي وقت. هل هيقفوا بجانب النادي ويدوسوا على نفسهم شوية برغم ان مفيش اي حاجة تساند او تدعم الفكرة انهم يقفوا جنب النادي بدون رئيس نادي اصلا، بدون مستقبل متشاف؟ عايز اعرف رايكم يا جماعه، ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه؟ ممكن برشلونه فعلا تنهار، ولا النادي اكبر بكتير من اي مشكله وهيعدي وهتبقى مجرد كلام وزوبعه فنجان؟ قولوا لي رايكم في الحلقه دي، لو عجبتكم يا جماعه اعملوا لايك، عايز اعرف اقتراحاتكم تحت في الكومنتات، اشتركوا معانا لو لسه انتم مش رزيع، عيب عليك تبقى بتتفرج علينا كل ده وطول الحلقه عمال انبح في صوتي وانت لسه مش رزيع. تابعنا على الفيسبوك كمان، تابعنا على الانستغرام، بنطلع لايف الفتره اللي جايه، داخلين على مصايب كرويه جايه علينا، تابعونا كويس قوي، وكفايه رزع جدا هيجي جدا دي، كفايه رزع قوي لحد كده. ربنا يكرم اصلك حبيبي حبيبي، شكرا.